معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان مون السيد رئيس البنك الدولي السيد جيم يون كيم السيد رئيس البنك بنك التنمية الإسلامي السيد أحمد محمد علي أعضاء الوفد المرافق الأعزاء على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالأصالة عن نفسي وبالنيابه عن اعضاء مجلس النواب العراقي وبالنيابه عن الشعب العراقي نرحب بكم اهلا وسهلا بكم في العاصمه بغداد وفي مجلس النواب العراقي. نثمن لمعاليكم هذه الزياره التاريخيه في هذا الظرف الحساس وان دل هذا على شيء فانه يعبر عن تضامن المجتمع الدولي وبمختلف مؤسساته مع العراق ووقوفه الى جانب الشعب العراقي في محنته وفي حربه الضروس ضد الارهاب والتطرف بجميع اشكاله ضيوفنا الاعزاء يطيب لي ان اخاطبكم من على هذا المنبر ممثلا للشعب العراقي باسم زملائي اعضاء مجلس النواب الشعب العراقي الذي يسعى بكافه طوائفه واعراقه ومكوناته لأن يعيش في وطن يسوده السلام والرحمة والمحبة، ويتطلع إلى المسير بخطوات حثيثة نحو التنمية المستدامة والتقدم في جميع مجالات الحياة. إن شعبنا العراقي الصابر عازم على مواجهة التحديات ومقارعة الإرهاب، وأولئك الخارجين عن الإسلام وقيمه الإنسانية النبيلة، والذين وصل بهم الأمر اليوم إلى تهديد المجتمع الدولي بأسره والأسوأ من كل ذلك أنهم يحرفون تأويل كلام الله لتبرير جرائم جرائمهم البشعة سواء في باريس أو اسطنبول أو بروكسل أو على أرض العراق أو سوريا أو غيرها في هذه المرحلة التاريخية المهمة ونحن نواجه أشد الأزمات الإنسانية مأساوية تأتي زيارتكم إلى العراق الذي يمر باختبار حقيقي لعزيمتنا وقدرتنا على القيام بالعمل الصحيح والجاد لخدمه شعبنا حيث تاتي زيارتكم الكريمه هذه في وقت وظرف في غايه التعقيد ونحن نبذل قصارى جهدنا لمواجهتها وساحات القتال ضد الارهاب تشتد يوما بعد يوم في مدننا وقرانا لذلك يجب ان يكون عملنا العسكري ضد داعش ومختلف صور الارهاب والتقدم الميداني الذي نحرزه بمؤازره المجتمع الدولي متكاملا مع عمليه سياسيه واقتصاديه شامله ومن منظور جديد يهدف الى اقتلاع الارهاب وجذوره فكرا وكينونه من على ارض العراق وعلى هذا الاساس فان لدينا تصميما راسخا على الاستمرار في تحرير ارضنا وعلى المضي بالاصلاحات الاقتصاديه والسياسيه وتفعيل عمليه المصالحه المجتمعيه كاساس للمصالحه الوطنيه الشامله. كما ولدينا يقينا تاما باهميه ان تتكامل وتتعامل وتتفاعل العمليه السياسيه والتي تبنى عليها منظومه الحوكمه في العراق مع الاستراتيجيه الامميه الجديده التي اعلنها السيد الامين العام للامم المتحده رسميا في أيلول سنة 2015 حيث تمثل تلك الاستراتيجية الجديدة انتقالة مهمة من الأهداف الإنمائية للألفية والتي كانت تهدف في مجملها إلى خفض مستويات معدلات الفقر في العالم إلى استراتيجية التنمية المستدامة لسنة 2030 أو ما يسمى بالأهداف العالمية التي تنطوي على أجندة أوسع وأشمل بما فيها تمكين الحكومه الديمقراطيه وبناء السلام والتنميه المستدامه. وفي اطار رؤيتنا لمستقبل العراق لمرحله ما بعد داعش والتي نعمل على تكاملها مع الرؤيه العالميه وتوجهات الامم المتحده والبنك الدولي. نحن نؤمن بان مرحله ما بعد داعش تعتمد بصوره رئيسيه على طبيعه عمليات تحرير المناطق من داعش وبالاخص اهميه الاعتماد على طاقات المجتمعات المحليه في تلك المناطق وقدرتهم وخبرتهم في مقارعه الارهاب فعوامل الانتصار الحقيقي في المعركه ومن ثم استتباب الامن والسلم المستدام في المرحله التي تليها تبنى من الان وبالاخص من مفهوم تحرير الارض ومسكها وهنا وبناء على رؤيه السيد الامين العام للأمم المتحدة التي تؤكد على أهمية تفعيل تكامل برامج المساعدات الدولية مع برامج التنمية الدولية لتحقيق التنمية المستدامة أي الاستفادة من دمج الخبرات الكبيرة لمنظمات الأمم المتحدة في تقديم مختلف برامج المساعدات الإنسانية، والخبرات العميقة التي يتمتع بها البنك الدولي من خلال عمله المتواصل مع الدول النامية في مختلف مجالات التنمية، وتكاملاً مع رؤيه السيد رئيس البنك الدولي بان التنميه المستدامه تتطلب مجتمعات مستقره وقدرات حكوميه قادره على توفير الخدمات المدنيه وسلم اهلي مستدام فاننا نجد ان شعوبنا في العراق ومنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا تمر بظرف صراع محتدم وموسع عابر للحدود لذلك فمن اهم مقومات تنفيذ الاستراتيجيه الجديده هو بناء حكومات شامله لجميع المكونات وبمشاركه سياسيه حقيقيه في قرار السلم والحرب، وتمكين مجتمعات وحكومات محليه قادره على توفير الخدمات وحفظ الامن والاستقرار، وتوفير فرص عمل واقتصاد محلي قادر على استيعاب الطاقه البشريه الشابه والهائله التي تتمتع بها المجتمعات. ونطلب في كل هذا دعمكم، وتنفيذكم، لخطوات عمليه مباشره مع الحكومات المحليه لتنفيذ استراتيجيه الامم المتحده للتنميه المستدامه بدءا من المناطق المحرره وصولا لكافه المجتمعات المحليه والمحافظات العراقيه بناء على ذلك نعرض الرؤيه الاستراتيجيه متكامله وشامله للتخلص من الارهاب ومن براثن التطرف بجميع اشكاله وصوره لترصين النسيج الاجتماعي وتحقيق مصالحه شامله وبناء سلم اهلي وتنميه مستدامه والرفاه الاقتصادي الرفاه الذي ينشده الشعب العراقي وشعوب المنطقه ككل تعتمد هذه الاستراتيجيه الشامله والمتكامله على مرتكزات عسكريه وسياسيه واقتصاديه تتكامل فيما بينها وتؤدي بالتالي الى تكامل وتفاعل سلطات الدولة بشقيها التنفيذي والتشريعي مع الشق القضائي ومع المجتمعات المحلية وحكوماتها وبالتالي إلى ردم الهوى بين المجتمع ومؤسسات الدولة. ثانياً الاستراتيجية العسكرية يجب أن تعتمد على وتستثمر في الطاقات البشرية المحلية الهائلة والنسيج العشائري الذي لا زال يمثل أسس ترابط نسيج اجتماعي مهم في مختلف مناطق العراق. وخصوصا في المناطق التي يحتلها داعش ودعمها لقياده عمليات تحرير مناطقها وهنا ومن خلال هكذا خطوات عمليه يتم ترسيخ حسن المواطنه وامتلاك الانجاز والانتصار اللذان يعتبران من اهم عوامل تفعيل العمل المجتمعي. ثالثا الاستراتيجيه السياسيه والتي تعتمد فكره وضروره تبني الحكومه والبرلمان لعمليه المصالحه المجتمعيه كاساس للمصالحه الوطنيه. وتبني الحكومة لفكرة اللامركزية واعادة هيكلة الصلاحيات والمسؤوليات والبدء بنقلها الى الحكومات المحلية وتفعيل دورها وتمكينها من اداء مهامها وتوفير الامن والخدمات وادارة ملفات اعادة الاعمار في جميع محافظات العراق. السادة الضيوف الاكارم ياتي هنا دوركم المهم والجوهري اصحاب المعالي من الامم المتحدة والبنك الدولي وبنك التنمية الاسلامي ففي الوقت الذي نشكر البنك الدولي لتخصيصه 20 بليون دولار تدفع على مدى خمس سنوات بشكل قروض ميسره لمنطقتي الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وبالتعاون مع بنك التنميه الاسلامي، وبدعم من الامم المتحده، نامل ان يكون للعراق وخصوصا من خلال العمل المباشر حصه مهمه في هذه التخصيصات والبرامج، ففي هذه الايام الصعبه، وحين ننظر في وجوه ابناء وبنات شعبنا فاننا نرى في عيونهم الانهاك من تحمل تبعات ازمات توالت علينا وعليهم منذ عقود بدات من دكتاتوريه بغيضه مرورا بسطوه من الارهاب ومن ثم التهجير القسري والنزوح الاجباري ومن ثم العمليه الانتقاميه والاجراميه ومن بعدها عدم توفر مقومات رجعتهم من امن وخدمات اساسيه وعليه لا ابالغ ايها الساده حين اقول لقد وصلنا الى حدود طاقتنا القصوى على التحمل ونحتاج الى العمل السريع والمباشر مع الحكومات في مشاريع اعمار وتاهيل تلك المناطق المحرره حديثا باكوره استراتيجيه وطنيه لتفعيل اللامركزيه وتمكين المحافظات والحكومات من اداره شؤون مجتمعاتها بتنوعاتها العرقيه والمذهبيه والقوميه بنفسها وبتمثيل من المناطق المحرره. ايها الضيوف الكرام انكم وبدعم العراق للمضي في هذه الاستراتيجيه الشامله لدحر داعش بسواعد المواطنين واعاده اعمار المناطق المحرره من خلال الحكومات ومن ثم تحقيق الامن والاستقرار والتنميه المستدامه من خلال العمل المباشر مع المجتمعات المحليه متضمنه كافه مكوناتها فانتم لا تقومون فقط بتامين المساعده الضروريه للملايين بل انكم تساعدون بلدي على الاستمرار في القيام بما هو صحيح وهو تحمل مسؤوليه مهمه على مستوى المنطقه ونيابه عن العالم اجمع في محاربه الارهاب ودحر كافه اوجه التطرف ومن ثم تحقيق الحوكمه الرشيده ومن ثم التنميه المستدامه تفاعلا وتكاملا مع الاستراتيجيه الامميه لعام 2030 والاهداف العالميه، وحقيقه الامر ان مصيرنا مشترك، فاما ان نحقق الازدهار معا واما لا سمح الله ان نفشل معا، ذلك انه عندما تنهار اقتصاديات الدول او انظمتها السياسيه، وعندما يندفع اللاجئون هاربين بارواحهم، وعندما يعجز الملايين من الشباب عن ايجاد فرص العمل فانه لا يمكن ببساطه احتواء اثار هذه التحديات او تجاهلها فالمخاطر التي كان ينظر اليها ذات يوم كتحديات على مستوى وطني اصبحت اليوم عالميه لذلك نحتاج الى دعم ومسانده وخبره ورؤيه مؤسسات عالميه رصينه كالتي تمثلونها سيادتكم.